السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنيابة عن الطلاب الذين تم اختيارهم للمشاركة في النسخة الثانية من دورة بارع لتكوين القادة الإعلاميين في أفريقيا، نتوجه بالشكر والتقدير للمنتدى الإسلامي والقائمين عليه على هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات كل من له دور في تنظيم هذه الدورة، كما نأمل أن نكون على قدر المسؤولية وحسن الظن اللذين منحنا إياهما. إن جدول المواد الدراسية والورشات ومختلف فقرات الدورة يجعلنا مطمئنين على أن تحضيرها قد حظي بالكثير من الجهد والعناية، ونتوقع أن يكون لهذا البرنامج العلمي تأثيره الهام في مسالنا المهني كدارسين للإعلام وممارسين له، وأن ينعكس إيجابيا على دورنا بما يحقق مستقبلا أفضل لدول قارتنا العزيزة. ولا يفوتنا قبل أن نختتم الكلمة أن نشكر دولة السودان الحبيبة على احتضانها لهذه الدورة، فقد كانت سباقة دائما إلى الريادة في عمل الخير وتشجيع القائمين عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.